يا مساء الورد، مساء الحب، مساء السعادة، مساء الأمان وراحة البال والطمأنينة اللي تبقى دارسة بيتكم وحياتكم يا رب. اللهم أمين. يا نهار أبيض، شايفين الحمام؟ أنا عاوزة أقول لكم مبدئيا كده إن أنا بحياتي كلها بعمري كله ما أكلت حمام بالطعم ده، بالجمال ده، بالحشوة دي. خطير خطير بكل ما تعني كلمة خطير. بلدي جدا، طعمه حلو، ريحته نظيفة، ما فيهوش زفارة، كله على بعضه حلو بجد. تسلم ايدك يا احلى غادة بالدنيا كلها، يا رب ما يحرمني منك ابدا على احلى حمام كلته بعمري كله. طيب انا بقى هوريكم دلوقتي انا عملته ازاي. هي اوريدي صاحبتي جايبه لي، ربنا يبارك لها، محشي فريك بطريقه فظيعه تحفه. انا كلها هوريكم طريقه السليقه وطاجن باميه سريعه. انا حطيت ميه، حطيت فيها بهارات عطريه بس، وبصل متقطعه صغير او اتنين كده. سلقت، حطيت باميه في الطاجن دايركت، وعصرت عليها ليمون كتير، وضربت في الخلاط طماطم طبيعيه مع فصين توم مع قرن فلفل اخضر حامي بس كده، ودلقتهم عليها او حطيت شويه شوربه وضربتهم بيها. بدل ما احط ميه ضربت، حطيت شوربه، وحطيت على كل طاجن معلقه واحده سمنه بلدي، وغطيتهم بالقصدير ودخلتها الفرن. عايزه اقول لكم ان ده اسرع طاجن باميه ممكن تعمليه، طعمه طبيعي جدا، وبطماطم كده يعني انتوا فاهميني الطعم القديم ده بدون اي اضافات تانية وبس. وحطيت معلقتين سمنه بلدي كده في الطاسه بعد ما سلقت الحمام، شلته وحطمرته، وشويه من الطماطم اللي اتبقت اللي بالثوم والدقه حطيت عليها معلقه خل وقلبتها ووزعتها على الحمام بعد ما اتحمر وبس. وطلع معايا بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، حرفيا رهيب رهيب من هنا لمية سنه قدام. اكله بجد يعني عايزه اقول لكم انها وانت بتاكليها كده مستمتعه خطيره، على درجه لما اكلت ما شاء الله محشي فريك جدا والحمامه كبيره قوي، شلت فريك شويه بعلبه كلتهم تاني يوم مع شويه رز، بجد خطير. يا رب يبارك لك يا حبيبه قلبي، تسلم ايدك. اللهم ارحم امي وابويا واغفر لهم واجعل قبرهم روضه من رياض الجنه، اللهم امين، هما وجميع الاموات. ما تنسوش بقى اللايك الجميل وتعليقوا هيسعدني، وقولوا انتوا بتحبوا تحمروا الحمام دي طريقتي دي ولا ازاي. وانا بحب اعمله على فكره في الفرن كمان، بس حبيت احمره بالطريقه دي، اظرف وطعمها جميل كده. تعالوا بقى معايا على اليوتيوب والفيسبوك باسم عرنا عبودي. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.